خبر اعتناق القس الأمريكي الشهير هيلاريون هيجي الإسلام أخذ الحيز الأكبر في منصات التواصل الاجتماعي وسط اهتمام واسع واحتفاء كبير بما قام به. القس هيجي الذي اختار لنفسه اسم سعيد عبد اللطيف بعد إشهار إسلامه قال إن اهتمامه بالإسلام ليس جديداً وأن نيران الإسلام أشعلت روحه قبل 20 عام، وكان يرغب في اعتناقه منذ فترة طويلة إلى أن حانت اللحظة المناسبة لذلك. هيلاريون كان راهباً أرثوذكسياً وعمل قسيساً لمدة 14 عاماً، وإلى وقت قريب كان يخطط لإنشاء دير مسيحي في كاليفورنيا. وقد دأب في الماضي على انتقاد الإسلام، لكن يقول الآن إن اعتناقه للإسلام هو في الواقع عودة للإسلام ومثل العودة إلى المنزل. الخطوة لاقت احتفاء كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أيضا أثارت الجدل في ذات الوقت.